الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم جينا حديقة كاشنار اسمها. هذه حديقة في اسلام اباد وحديقة مسافة طويلة ما شاء الله تبارك الله، وممشى رياضة ما شاء الله. الناس الاخوان اللي بيجون الصباح واللي بيجون المساء، فحديقة هذه في اسلام اباد طبعا قبل مسجد ملك فيصل. ان شاء الله راح اوريكم المناظر اللي موجودة داخل. طبعا هذه حديقة ما شاء الله تبارك الله، شوفوا حديقة جميلة، وهذه مكان الجلسات. هذه عقبة زرع ما شاء الله تبارك الله. الأخ هذا بيسوي الرياضة فترة المساء، طبعا هنا كلهم يسوون لك الرياضة. ما شاء الله تبارك الله، هنا في طلاب يلعبوا كاراتير، طلاب المدرسة كانوا يلعبون بس فات علينا وراح الوقت لأن قرب المغرب. كان ورينا كم الفيديو، كان مجموعة طلاب هنا، وهذا المدرب الأمامي الأستاذ أمدا. طبعا هذه بعض الجلسات اللي موجودة بالحديقة. طبعا هذه خطين ما شاء الله مشاة، برضه فيها إنارات كمان حتى الواحد يجي في الليل ما شاء الله فيها الإنارات. حديقة نظيفة وكمان للرياضة مكان جميل يعني. حتى واحد بيسوي رياضة بالدراجة، وهذه دورات المياه وانتم بكرامة. حديقة مسافة طويلة جدا. ما شاء الله شوف الطير الجميل. شوف ايش وجدتنا، هذه شايلة للسهم. حديقة روعة روعة ما شاء الله تبارك الله. شوف الألوان الورود، شوف كيف بعدين ما شاء الله. هنا فلل على فخامة، هذا مقابل الحديقة. في بعض الجلسات هنا كذلك مكان للاستراحة.